مفهوم لك. اتفضل يا يوسف. يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. يا شيخ يوسف أنت ممتاز، بس في ثلاث حاجات ممكن نراجعهم مع بعض. أول حاجة كلمة منتقمون، غنة الإخفاء لم تأتي، أسمعها منك بقى كده. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. جميل. الكلمة الثانية كلمة فرعون، الراء مرققة قولا واحدة، أسمعها منك كده لوحدها تاني. قوم فرعون. لا فر، لا فرز. قوم فرعون. أيوة كده، هذه الكلمة في كل القرآن راؤها ترقق هكذا. آخر كلمة بقى، رسول كريم، غنة الإخفاء لم أسمعها، كمان مرة كده. وجاءهم رسول كريم. ممتاز يا عم الشيخ يوسف، الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا يوسف، تفضلي.